بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى دهر الدور كلها، أمين. بنعمة ربنا هيكون موضوع المؤتمر النهاردة اللي أعلنا عنه على القديس ساويرس الأنطاكي، سيرته وفكره وكتاباته أو أهم كتاباته. القديس ساويرس الأنطاكي من ألمع الشخصيات في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، أو بالأحرى في الكنيسة الأرثوذكسية على الإطلاق. كنيستنا تكرمه جدا وتضع في مكانة عالية وتقدمه على كافة الآباء، ولما هنعرف السيرة والفكر هنفهم ليه، لدرجة ان احنا في الصلوات الطقسية بتاعتنا في تحليل الخدام يذكر بعد القديس ماري ماركوس مباشرة، ويذكر قبل البابا أثناسيوس الرسولي والقديس كيرلس عمود الدين والقديس ديوسكوروس أيضا، رغم أنه تاريخيا لاحقا لهما أو لهم مش سابقا عليهم تاريخيا. والوضع ده بيتكرر في مواضع عديدة في طقوسنا، فنجد في مجمع القداس يذكر ايضا بعد القديس ماري ماركوس الرسول، والنمبس يوريموس ان ايفانجيليستيس ماركوس بي ابوستولس وسواب وهم مارتيروس، وبعدين نمبي بطريرشيس سواب ساويرس نمبنصاغ ديوسكوروس نمباجيس أثناسيوس بأبو الصليكوس نمباجيس بيتروس يورو مارتيروس بأرشي إرفس، وهكذا وهكذا الحال في زوكسولوجية باكر وفي مجمع التسبحة له ذكر. ومن القديسين القلاقل اللي يحتفل بيهم أكتر من مرة، تفتكروا كنيستنا تحتفل بيه إمتى؟ كم مرة؟ كم مرة؟ محدش عارف؟ 3 مرات. ثلاث مرات الكنيسة تحتفل بيه، وهنقول التواريخ امتى. لماذا؟ عشان ايه ده كله؟ لابد ان هناك ما يميزه، او لابد ان يكون له دور مهم الكنيسة بتلفت انتباهنا ليه. قبل ما نتطرق لسيرة القديس ساويرس لابد أن نعلم الظروف التاريخية اللي اتولد فيها ونشأ. القديس ساويرس اتولد سنة 459
وده كان في عز المعمعة بتاعة الخلافات الكنسية اللي حصلت في مجمع خلق دنيا سنة 451، وكانت الصراعات على أشدها، انقسامات في كل مكان، وصلت إلى الاستشهاد. يعني في كتير من شعب كنيستنا الأرثوذكسية في مصر استشهد بسبب رفضه لمجمع خلق دنيا. وكان في اضطهاد عام لكل الراسخين والثابتين على الإيمان الأرثوذكسي، وجدل كان ده هو حديث الساعة. طبعا كان معقل الأرثوذكسية في مصر، وفي فلسطين، يعني بعد مجمع خلق دنيا كان الأسقف بتاعهم هناك يوبينيليوس، قبل ما يروح المجمع قال لهم لو خرجت عن الإيمان ما تقبلونيش، وبالفعل لما راح فتحت الضغوط الشديدة اللي مارستها بوليخاريا والفريق النسطوري، فعلا وقع على توماس لاون وقرارات خلق دنيا. فلما جه يرجع وديريو رفضوا. في مصر كان في استشهاد بالآلاف، يمكن في بعض الأيام يمكن ما حصلتش أيام الاضطهادات الوثنية. كان معقل النسطورية أو الفكر الخلقدوني متمركز أو منطلق من أنطاكيا والقسطنطينية، لكن هناك برضو كان في انقسام، كان في فريقين، الناس اللي هي متأثرة بفكر مدرسة أنطاكيا، الكلام ده شرحنا عنه في محاضرات لأعداد خدام اللي هو تاريخ الفكر الكريستولوجي بين الأرثوذكس والخلقدونيين، أنصحكم تشوفوها موجودة على قناة اليوتيوب بتاعتنا. فكان اللي متأثرين بمدرسة أنطاكيا متبنيين الفكر دوت، لكن الرهبان سواء في أنطاكيا سواء في فلسطين سواء في القسطنطينية كان ولائهم دائما لمين؟ لإيمان الإسكندرية، لأن هم اتعلموا الرهبنة من مصر وكانوا بعيد عن المجادلات دهيت، فكان لهم صفاء الذهن والروح والثقة في آباء الإسكندرية ومعلميها. كانت الصراعات على أشدها، وكانت الكفة تميل بحسب الملوك، واحد زي مرقيان بدأ ينصر الخلقدونية، يجي غيره
ممكن مثلا ملك آخر يبقى إيمانه أرثوذكسي، وهكذا فضلت الأحوال متقلبة والاضطرابات قائمة، ودي أثرت على الإمبراطورية الرومانية فيما بعد، ودي اللي خلتها تفككت وحصل غزو عليهم بعد كده لاحقا، بقوا فريسة سهلة بغباوتهم، خسروا كل حاجة. فكان الصراع على أشده، وفي اضطهاد للرهبان بصفة خاصة. تعرفين مثلا قصة أنبا صموئيل المعترف، أما راحوا له في الدير وراح عايزين يوقع على توماس لوين ورفض. في هذه الفترة الكنيسة مش متسابة، خلي بالكم، اوعوا حد يهتز كده ويضعف ويفتكر ان ربنا ممكن يسيب كنيسته. بيسمح بحاجات لحكمة، لكن هو وعد، قال بوابات الجحيم لن تقوى عليها، ولازم يحفظ لنفسه شهود، له شهود في كل جيل، زي ما بيقول أبقيت لنفسي 7000 رب لم تنحني لبعل. فعدو الخير يحاول يخبط في الكنيسة، لكن ربنا شغال ويعمل في كنيسته وفي ولاده. فهيأ من يقود الإيمان أو الدفاع عن الإيمان في كل عصر. القديس ساويرس الأنطاكي جده كان أسقف في إحدى أبروشيات آسيا الصغرى. طبعا البعض هيتعجب ازاي جده ويبقى أسقف، هما مش الأسقف رهبان. كان زمان ممكن الواحد مثلا يترمل، بعد ما يترمل ممكن ايه يكمل بقية حياته في طريق النسك، كان بيحصل. غير كده برضو كان مثلا عندنا زي سيرة القديس الأنبا يحنس كاما، كان متزوج، ولكن في فترة معينة بعد فترة يتفق مع زوجته ان يتفرغوا للعبادة، فكل واحد فيهم يروح دير ويكمل بقية حياته في الرهبنة. الآباء الرسل نفسهم بعد ما دعوا للرسولية كملوا بقية حياتهم متفرغين للإيه، للتبشير والكرازة والخدمة. احنا ليس لدينا معلومات عن جده أي نوع من دول، لكن أنا بوريكم الوضع اللي كان بيكون إيه. فجاي جده كان اسمه ساويرس، وكان أسقف تقي. في مرة من المرات قاعد هو وأب كاهن اسمه أثناسيوس، وفجأة اختطف فكره، غاب كده، والكاهن اللي معاه سمعه بيقول ايه، يا رب انا عبدك
افعل معهم ما ترى، وقوي اسمك يا رب ولا تقوي الهراطقة. طبعا الكاهن اللي معاه مبحلق فيه كده ومتعجب من الحالة اللي هو فيها. بعد ما رجع لوضعه الطبيعي، الكاهن اللي معاه ده ألح عليه، قل لي انت شفت ايه؟ ايه اللي حصل؟ فلما ألح عليه قال له ان الملاك قال له كمان انك سوف تنتقل من هذا العالم في هذا العام، في هذه السنة ستذهب الى ابائك، والولد الذي يولد لابنك سيدعى اسمه ساويروس مثل اسمك، وسيثبت أرقان الإيمان المسيحي. فهنا هتلاحظوا القديس ساويروس حياته صاحبها إعلانات سماوية عديدة من قبل أن يولد، وهو إناء مختار كتيرة. القديس ساويروس مصادر سيرته عديدة على فكرة، يعني كان مفروض أكلمكم عن المصادر السيرة من قبل ما أحكي عن سيرته، لكن له مصادر كتيرة. كتير كتبوا سيرته، سواء من الرهبان اللي هو عاشرهم او من زمايله، يعني في مؤرخ عظيم اسمه زكريا الفصيح من اباء القرن الخامس والسادس، وله تاريخ اسمه تاريخ زكريا الفصيح، من ضمن اللي كتبوا سيرته، وله مخطوطة موجودة عندنا في دير السريان رقم 299 ميامر، ولو كتير كتبوا سيرته. كان احد بطارقة السريان على ما اتذكر، ان الكلام ده قريته من عشرات السنين، ماري اغناطيوس يعقوب الثالث كتب نفح العبير في سيرة ماري ساويروس الكبير، ومن الشخصيات اللي كتبوا سيرته باستفاضة جميلة المتنيح يوسف حبيب بتاع اسكندرية، من أجمل الكتب اللي اتكتبت عنه كان يوسف حبيب كتبها بسيرة وافية، لأن رجع لمصادر عديدة جدا. أنا بقول لكم الكلام ده لأن أحيانا من كتر الإعلانات البعض قد يظن إن في مبالغة، لكن لا، القديس ساويروس فعلا كان مختار من الله من قبل أن يولد. الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ودعاهم. النبوة دي تحققت، وولد في منطقة اسمها بيسيدية في آسيا الصغرى سنة 459. أسرته كانت سرية، يعتبروا من أكابر وأعيان المدينة، لدرجة أن أبوه كان أحد شيوخ المدينة أو في مجلس شيوخها. يعني لكن توفي أبوه مبكراً، أمه كانت أم فاضلة وواعية حكيمة، ربنا ادها إمكانيات مادية وحكمة ورجاحة عقل،
فاهتمت بولادها. كان هو ليه أخين تاني أكبر منه بشوية، يعني 3 ولاد، فراحت بعتتهم اسكندرية عشان يدرسوا. وده يوريكم يا جماعة عظمة مصر. كانت الاسكندرية دي من عواصم العلم في العالم، اللي عايز يعني يطلع بعثة في أي دولة يروح فين؟ يروح اسكندرية يدرس الفلسفة والبيان والبلاغة واللغات. فبعتته هو واخواته. ذهب للإسكندرية تتلمذ على أحد المعلمين، كان اسمه يوحنا، وتزامل مع بعض الزملاء الحلوين الأتقياء، منهم بوم أسقفة ومؤرخين، من ضمنهم زكريا الفصيح اللي أنا بقول لكم من ضمن اللي كتب إيه سيرته. وكان في معلم هناك في مدرسة الإسكندرية اسمه ميناس، كان تقي جدا وفاضل، وكانت نعمة الله عليه لدرجة كان ممكن يعني يتنبأ، كان عنده روح النبوة. ساويرس انتظم في الدراسة وكان متميز ومتفوق، ورغم انه ما كانش اتعمد، ودي حاجة كانت غريبة هتستغربوا لها، الا كان عنده استقامة رغم انه كان في سن الشباب المبكر، لكن ما اتعمدش. هتقولوا لي ما اتعمدش ليه؟ ده جده حتى اسقف كان من عادة البلاد دي زمان، المناطق اللي هو منها، كانوا يأجلوا المعمودية، ما يعمدوش غير لما الواحد لحيته ايه تكبر كده شوية يعمدوه، عادتهم كانت كده. لكن هو انتظم في الدراسة هناك، ولما شافوا سلوكه الجميل دوت وبدأوا يتعرفوا عليه أصدقائه الحلوين دول، استغربوا انه ما تعمدش. اللي احنا عندنا في مصر هنا كانوا بيهتموا بالمعمودية، ودي بقى جمال كنيستنا القبطية الارثوذكسية من زمان، ازاي ما تتعمدش؟ لكن ربنا ما كانش الوقت جه تقبل كلامهم كده يعني بسرور، لكن ما خدش موقف. ولكن كان في برضو رؤى ونبوات عليه. يعني ميناس دوت المعلم التقي الفاضل لما شافه وعشره قال ايه؟ قال ساويرس هذا سوف يتألق بين الأساقفة مثل القديس يوحنا ذهبي الفم. وعبر عن كده زكريا الفصيح، يقول ايه؟ ان الله وحده هو الذي يعرف المستقبل، كان يعلن هذه الاشياء عن ساويرس عندما كان لا يزال شابا نقيا. زكريا كان متتبع حياته شكلها ايه، وبيسمع النبوات اللي بتتقال عليه ايه. كان هو متأثر بفيلسوف انطاقي اسمه ليبانيوس، وان كان هذا الفيلسوف فلسفته مش فلسفة حقيقية تؤدي للانحراف الفكري اللاهوتي،
وعشان كده تلاقوا في كتير من مدرسة أنطاكيا حصل انحراف لاهوتي بسبب تأثرهم بالمدرسة الفلسفية اللي في أنطاكيا، والكلام ده اتكلمنا عليه بالتفصيل شوية لما اتكلمنا عن تاريخ الفكر الكريستولوجي. بدأ كان بيقرأ له، لكن في نفس الوقت كان معجب جدا بكتابات الآباء الكبدوك باسيليوس وغريغوريوس، يقرأ لهم بس مش كتير. بعد ما كمل دراسته الفلسفية في اسكندرية حب بقى يدرس قانون عشان يشتغل محامي، يدرسوا الفلسفة الأول وبعد كده يدرسوا إيه؟ القانون. فكان أكتر مكان مشهور بدراسة القانون كان فين؟ في ذلك الوقت كان في نيقيا في لبنان، بيروت. كان كل دولة من الدول القديمة كده مشهورة بحاجة، فهناك كانوا مشهورين بالقانون المدني دراسته، فنوى يروح هناك. حتى طلب من زكريا زميله أن يروح معاه، فزكريا يعني ايه قال له لا انا عايز هنا استزيد شوية بدراسة الفلسفة والمنطق عشان اقدر ارد واقاوم الوثنيين والمجدفين والمنحرفين عن الايمان، بحيث يبلغ ملكات البيان والبلاغة وحسن التعبير. فراح القديس ساويرس سبقهم او راح لبنان، وقعدته درس بجدية، وبعد سنة مين حصله؟ زكريا الفصيح او البليغ او الاديب. فراح له هناك، وزكريا يعني كان عدى سنة ما شافوش بعض، وهم أصلا كانوا يعني كل واحد من بلد مختلفة أو من منطقة مختلفة. فيحكي يقول رغم إن كان عدى سنة ما شفناش بعض أبدا، ورغم إن ساويرس كان منكب على الدراسة ومهتم بيها، إلا أنه أظهر مشاعر جميلة نحوه لما شافه ورحب بيه جدا، وخصوصا زكريا كان مهتم بخلاص نفسه قوي، يعني بخلاص نفسه ساويرس عشان حكاية المعمودية دهيت. فما راح له ساويرس قال له بمرح كده، قال له ربنا أرسلك لهذه المدينة بسببي، قل لي بقى كيف أخلص عشان المعمودية. فالمهم ادوله كتاب هدية او كتب هدية للقديس باسيليوس وغريغوريوس، ارى فيها عن ردود القديس باسيليوس على ليبانيوس. ان بقول لكم ليبانيوس ده كان افكاره هرطقية شوية. فلما ساويرس أرى الردود بتاعة القديس باسيليوس بدأ يميز قوي الفلسفة الحقيقية اللي كان بيتمتع بها الآباء الكبدوك والفلسفة الباطلة بتاعة ليبانيوس. فبدأ يقرأ للآباء دول وأرى حاجات مقالاتهم وكتاباتهم عن العماد، لأن كانوا بيكتبوا خطورة تأجيل المعمودية قديس باسيليوس وغريغوريوس. فلما أرى الحاجات دهيت واقتنع بيها
بدأ يعني يطلب المعمودية، فخدوه أصدقائه وراحوا في كنيسة قريبة، بيقول في طرابلس في قرب بيروت برضو في لبنان، كنيسة الشهيد لوانديوس، وده الشهداء اللي كانوا مشهورين في ذلك الوقت. وكان واحد من الصحبة بتاعته من برضو من المشهورين في الكنيسة، إيفاجريوس، كان الإشبين بتاعه وزكريا موجود، واحتفلوا بيه وبمعموديته. بعد ما تعمد طبعا معموديته صاحبها رؤى، أنا مش هحكي كل الرؤى، لكن بعد ما تعمد وخرج، في واحد من القديسين اللي كانوا موجودين في المنطقة اسمه إشعية، أول لما قابله قال له: يا ساويرس يا افرح افرح يا بطريرك يا رئيس الأساقفة. نبوة تاني. بعد ما خد المنامة المعمودية وكان درس القانون، اشتغل بالمحاماة شوية، وبعد كده حب يروح يزور أورشليم ويتبارك بالأماكن المقدسة اللي هناك ويقضي وقت في العبادة العميقة. لما راح هناك الدعوة الإلهية نادته في داخله، فحس بميل شديد قوي للتكريس، إن عايز يكرس نفسه لخدمة ربنا ويستبدل ثوب المحاماة بثياب الرهبنة. صاحب هذا رؤية هو شافها المرة دي، القديس لوانديوس الشهيد، شافه في رؤية وقال له: دعك من دراسات الفلسفات العالمية واهتم بقراءات الآباء. ده كان بإعلان إلهي برضه. وده خلاه أكتر بدأ يهتم بكتابات الآباء، الآباء الكبدوك، بالإضافة لكتابات البابا أثناسيوس والقديس كيرلس وآباء كنيستنا. وهنا عايز أقف وقفة يا جماعة عند الآباء الكبدوك، باسيليوس وغرغوريوس. الآباء الكبدوك دول كانوا بمثابة امتداد لفكر آباء الإسكندرية تماما، منهجهم اللاهوتي لا يختلف على الإطلاق عن منهج آباء مدرسة الإسكندرية. حد يعرف السر ايه؟ اللي هيعرف يبقى شاطر وممكن اديله مكافأة. اللي يعرف ممكن نديله مكافأة. طب اللي ورا خالص قرب وقول، قرب وقول. مظبوط، شاطر. انت اسمك ايه؟ منين يا سمير؟ جدع يا سمير، ليك مكافأة في الآخر. ما فكرني، مش هسيبها يعني، مش هديها لك فعلا. العلامة أوريجانوس هو صح له أخطاء، لكن يعتبر من الشخصيات الفزة في التاريخ الإنساني كله.
كان علامة علامة، وكان طبعا هو من مؤسسي مدرسة الإسكندرية. فكان راح هناك وأسس مدرسة لاهوتية في المنطقة بتاع الآباء الكبدوك، فتتلمذ عليه هؤلاء الآباء، فصاروا امتداد لفكر آباء الإسكندرية. فبدأ يدرس بقى الآباء دول، وبعد كده راح يترهبن، فدخل دير بفلسطين، دير الشهيد لوانديوس، والكلام ده سنة 488. وخصوصا بعد الرؤية اللي شافها، وبرضو في رؤية تاني لأحد المتوحدين. الحاجات دي زي ما قال القديس أو زكريا الفصيح، إن ربنا بعلمه السابق أعلن عن القديس ساويرس، لأن كان فعلا الصراعات اللي دخل فيها كان محتاج تأييد سماوي ومعونة إلهية. كانت أيام صعبة قوي. فأحد المتوحدين شاف له رؤية، شاف ساويرس في رؤية من قبل ما يشوف، وبعدين ايه شافه ماسك كوريك في ايده، وفي زي نافورة بتطلع مية وحواليها وسخ وطين، بالكوريك عمال ينظف. فلما شافه جه وشافه، فعرف لأنه شافه في الرؤية، فقال هذا سوف يصير عظيما بين الحكماء، شهيرا بين الأساقفة، وسوف يطهر الأرض من الهراطقة. يعني النبوات عمالة إعلانات كثيرة، غير بقى في ميناس برضو بتاع الإسكندرية زي ما قلنا تنبأ عنه، قال سوف يرتفع مثل السحابة فوق كل الأرض، يتألق نور بين الأساقفة، سوف يسقي جميع الناس مياه المعرفة. ده ميناس بتاع الإسكندرية. المهم دخل القديس ساويرس الدير وترهبن، وبدأ يمارس أعمال النسك والدراسة في آن واحد. هو طول عمره هو أصلا ابن عز قوي، ما تمرمطش يعني، ومن صغره أمه اهتمت بتعليمه على أعلى مستوى، من اسكندرية للبنان، وكل حياته كانت دراسة وبحث، وربنا وهبه ذكاء حاد وذهن صافي. فكان ذهنه ذهن جبار، لكن ايديه مش واخدة على الايه الشغل الخشن. لكن دخل وصمد، وبدأ يمارس كل اعمال النسك واعمال المجمع الرهباني اللي فيها خشونة، لدرجة قريت في مرة في احد مراجع اجنبية ان ايديه كانت تدمي لما يجي يشتغل في حاجات خشنة، فكان يحصل ايديه تدمي لان مش واخد على ايه. تعرفين لما واحد يكون بيشتغل بايده كتير، وخصوصا يكون صنايع ولا حاجة، بيبقى جلده ميت، حس يبقى عامل زي الصنفرة. بالمناسبة كنت اخاف على الايقونات الاثرية قوي في الدير من النوعية دهية، بيبقوا نوعية بسطة ويدخلوا الكنيسة ويجي على الأيقونة ولازم ايه، فايده حتى مش ايد عادية، بتبقى زي الصنفرة. فكانت
نقول ناخد بركة من بعيد يعني. فهو كان ايديه كان يعني مش واخد على الخشونة دي، لكن رغم كده جاهد برجولة وصمود وانخرط، زي بالضبط ما بنسمع عن قديسين ماكسيموس ودوماديوس اولاد الملوك وابو مقار يقول لهم انتوا مش وش بهدلة يعني، لكن دخلوا روحهم المشتعلة خلتهم يصمدوا ويتفوقوا. القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك كذلك، تاريخ الرهبانة مليان، ده أحيانا بنات زي القديسة إلارية، ومين تاني من البنات؟ نعم، القديسة مارينا والقديسة أناستاسيا، ودي ليها حكاية مع القديس ساويرس. المهم يعني اشتغل في الدير بقوة وبعد كده حب يتوحد، فقعد في صحراء، في اسماء كده صعب نقولها مش هقولها لكم عشان يعني ايه كده كده مش هتحفظوها يعني. قعد سنة متوحد في الوحدة، كان يمارس أعمال النسك الشديد لدرجة صحته يعني تعبت، فجه حصل في الفترة دهيت يبدو ان كانت والدته انتقلت، فاخواته وزعوا الميراث بتاعه، كان هو له ميراث كبير فادوله الميراث بتاعه، فخد وزع جزء كبير منه على الفقراء والمساكين، وانشأ دير جديد في الرهبان، وخصوصا كانت بسيرته كانت تجذب كثيرين. لكن قبل ما ينشأ الدير دوت ساب الوحدة وراح عند الأب دير رومانوس، كان فيه الشام كان مليان أديرة، فالدير اللي راح فيه دوت الأب رومانوس نفسه تنبأ عنه، قال هذا سيرعى الأنفس ويكون دعامة للحق. الدير اللي قعد فيه فترة قبل ما يبني الدير برضه حصلت نبوة أخرى للقديس رومان الزوت، شاف زي صحراء لا زرع فيها ولا حرس ولا أي حاجة، مليانة شوك فيها أشواك، وفي امرأة جميلة عمالة تبكي بغزارة وثيابها مهلهلة وحزينة، فسمع صوت بيقول للمرأة دهيت هو ذا يأتي ساويرس ليقتلع الشوك من الأرض، وخاطب المرأة وقال لها ايه، لا تخافي أيتها المدينة أنطاكيا، هو ذا سيأتي ساويرس رجل مستقيم وسيبني على أساس المجامع المقدسة. ده الرؤية دي قالها ايه، شافها رومانوس، عشان كده قال سيشرق ساويرس مثل الشمس فينير مصباح الإيمان الأرثوذكسي ويضيء علينا، ولن يضطرب من اضطهادات الحكام ولا يبالي بمجمع خلق دنيا،
وسيكون كل الضاد أمامك لا شيء. كل الحاجات ديت خلي بالكو ربنا بيديله معونة مسبقة للي هيجراله بعد كده. واحد من الرهبان شافه في الدير، شاف له رؤية برضو، ان ساويرس ماشي وفي اتنين ذو كرامة كبيرة قوي ومشرقين قوي جدا ماشيين معاه وبيتكلموا معاه وبيكلموه عن الإيمان الأرثوذكسي. فالملاك اللي واقف بيوري له الرؤية دهيت، فالراهب سأله قال من هذان الحكيمان، مين اللي ماشيين معاه دول؟ قال له أحدهما هو باسيليوس الكبير، والآخر هو غرغوريوس الناطق بالإلهيات، يرشدان ساويرس للإيمان المستقيم لأنه سوف يكون حارسا للإيمان المستقيم. ده كله في الفترة اللي قضاها في دير رومانوس، وبعد كده خرج وشيد دير قرب غزة بالميراث اللي خده من اخواته. بدأ بقى لما هو في الدير سيرته تفوح، الكل عارف من هو، فبدأ له أصدقاء كتير يجوا يترهبنوا، وبدأ كل واحد عنده أي استفسار في أي موضوع لاهوتي يجي ويسأله، سواء يجي أو يكتب. بدأ عبق تعليمه وريحة فضائله تفوح، بقى اسمه معروف في المنطقة كلها. مين أكتر واحد متعلم وعالم ويقدر يرد على الهراطقة؟ كان ساويرس. في الوقت ده كان في القسطنطينية بطرق اسمه مقدونيوس، غير بتاع عدو الروح القدس عشان ما يحصلش لخبطة. ده كان تابع لفكر خلق دنيا والفكر النسطوري، وطبعا الرهبان هناك كانوا رافضين الفكر دوت والإكليرس والشعب، فحصل بلبلة. لكن المشكلة ان ده ايه؟ أسقف او بطرك. فكان في الوقت ده امبراطور طقي اسمه أناستاسيوس، فهو ارثوذكسي لكن مش بتاع لاهوت، فشاف ان العاصمة مضطربة، في قلق، في بلبلة، محدش قادر يحسمها ولا يحكمها. فسمع عن مين؟ على القديس ساويرس، فبعت للرهبان يستدعيه. ساويرس قال ده انا راهب، لا املك السلطان الحل والربط ولا يعني الح عليه. فالمهم جه اول لما دخل القسطنطينية ما كانش مقدونيوس لوحده، كل الهراطقة اللي حوالين مقدونيوس اختفوا من قبل ما يدخلوا في النقاش خالص. شوفوا بقى صيته وفصحته وقوته حجته وبلغته، كانت يعني مسمعة في الدنيا كلها. ما تبقاش قدامه غير مين؟ مقدونيوس. فتقابله
ودخلوا في حوار مع بعض، فمقدونيوس بيقول له ايه؟ انا مش عاجبني الناس اللي بتقول ايها المصلوب ارحمنا، بدل ما يقولوا يا صانع العجائب والقوات ارحمنا، لان ما يصحش يقولوا ان الله الكلمة مات. الكلام ده يا اولاد كلام مين؟ اللي هو زي كلام مين؟ نسطور وخلق دنيا، بس خلق دنيا غلفوها شوية. شوفوا القديس ساويرس بيقول له ايه بقى؟ بيقول له هكذا قال نسطور. اول حاجة قال له ان فعل القوات جميعها هو لاجل قلة ايمانة الايمان اليهود، عشان كده ربنا يسوع المسيح بيقول لهم لا تؤمنوا ان لم تروا ايات. قال له عمل الايات بسبب قلة ايمان اليهود، لكن الايات مش هي اللي ليها قيمة. قال له ان فعل القوات جميعها هو لاجل قلة امانة اليهود، اما تألمه وصلبه وموته فهو لاجل خلاص العالم. يبقى ايهما اقوى، نقول ايها المصلوب ولا يصنع العجائب والمعجزات؟ فرد عليه مقدونيوس قال له انا كل ما قرره مجمع خلق دنيا والاباء اللي قرروه فيه انا اقبله. فرد عليه القديس ساويرس قال له ان كنت تقبل ذلك فانت لست غريبا عن نسطور، لان مجمع خلق دنيا هو طبق الاصل افكار نسطور بس في صياغه محوره شويه، ينفوا عنهم النسطوريه لكن المضمون واحد. فاتكلم بقى على المكشوف مقدونيوس قال له وايه هو خطا نسطور عشان يتنفي ويفرز ويحرم؟ رد عليه القديس ساويرس بيقول له قال له بالحقيقة ان دقلديانوس لم يتعب البيعة مثل نسطور ومجمع خلق دنيا. قال له دقلديانوس اللي هو يعني مشهور اكتر واحد عذب المسيحيين لم يتعب الكنيسة زي نسطور ومجمع خلق دنيا. المهم انعقد مجمع واتحرم فيه مقدونيوس، قعد في المنطقة هناك في القسطنطينية القديس ساويرس من سنة 508 لغاية 511، كم سنة كده؟ يعلم ويرد ويصحح الأفكار هناك، وبعد كده رجع ديره. في الوقت ده خلي بالكم، انا قلت لكم في المقدمة الظروف التاريخية والاحوال الكنسية اللي ربنا رتب ان القديس ساويرس يجي في الوقت دوت. كانت الافكار النصرية دي مركزة في المنطقة ده، هي انطاكيا وما حولها. انطاكيا جنب القسطنطينية على فكرة، تبع تركيا حاليا. هو رجع ديره، وبعد شوية الكنيسة في أنطاكيا عزلوا فلافيانوس اللي هو بطرق أنطاكيا، لأنه كان نفس فكر مقدونيوس بتاع القسطنطينية، فعزلوه. ففكروا نرسم مين بداله؟ وإذ بالجميع أساقفة ورهبان وكهنة وعلمانيين في صوت واحد يقولوا ساويرس. فيش خلاف عليه خالص. بعتوا للملك فرح جدا.
فاختار وفد من الأتقياء تروحوا الدير بتاعه وتجيبوه. الناس الأتقياء دول وهم ماشيين في الطريق قالوا احنا عايزين علامة من السماء، فاتفقوا مع بعض وقفوا صلوا، قالوا يا رب لو انت كنت تشاء ان ساويرس يبقى الراعي علينا خليه هو اللي يفتح لنا ويقابلنا في الدير اول واحد. في الوقت ان ساويرس ما كانش لا بيقابل ومش مسؤول عن البوابة وكان شبه متوحد، لكن هم بقى حطوا ايه ديت علامة. فضلوا ماشيين لغاية ما وصلوا، ويشاء الله ان يكون في كان ضيوف كانوا جايين يستفسروا عن بعض الامور اللاهوتية من القديس ساويرس، وكان جاوبهم وقام فتح لهم الباب عشان ايه يمشوا سلموا عليه ومشي. وهو بيفتح الباب وخارجين ودقهم خرجوا في دخلة الوفد ده مسكوه، بس انت اللي ايه اللي هتيجي. عارفين زمان كان لما يجوا يرسموا حد بسبب ثقة للمسؤولية كان احيانا يهربوا يتمنعوا او يمتنعوا يبقوا مش عايزين، فكان احيانا يربطوهم بسلاسل لغاية في تقليد لغاية دلوقتي في رسامة الأسقفة. اما يدخلوا في عشية الرسامة اتنين من الأسقفة ماسكين ايدين الواحد على اليمين والشمال لحسن يرجع فيها ويجري، فكل واحد يبقى ماسكه من ايه من ناحية كأنه بيوساق للذبح، فبيبقوا ماسكينه الاثنين واحد من هنا واحد ايه من الناحية التانية. فحاول يستعفى الحقيقة، ولكن كتير بعتوا له قالوا له لا ما تطلبش، يعني ايه ما هو لك اطلب ما هو لخلاص الجميع. طبعا كل النبوات والحاجات اللي عمالة بتتقال وفي بدأوا يذكروا بيها قالوا له انت هتتراجع ليه، ده اختيار الهي، مش فاكر لما حصل كذا وكذا، ومش فاكر مين اسأل ايه، مش فاكر ده فلان قال ايه وفلان قال ايه. عديد من النبوات السابقة اللي قالت انه هيبقى كذا، وده يورينا ان كان كل ما تكون المهمة خطيرة ومهم وكبيرة والصليب ثقيل بيحتاج معونة الهية وسندة سماوية. فربنا يعني كان بيعدد يقول له أنا معاك من البداية، أنا اللي دعيك وبعدين أنا اللي هسندك. المهم راح القديس ساويرس وتمت رسامته، وحتى في لو يوم رسامته حصل حاجة عجيبة جدا. بصوا رأوا رائحة طيب جميلة جدا فاحت في كل المدينة والكل شمها وقت رسامة القديس ساويرس. اترسم وبدأ في عمل الرعاية. فاكرين الرؤى اللي شافوها ان في وساخة وعمال ينظف، فبدأ بقى زي ما بتقول الدسقلية يمحو الاسم بالتعليم، يعلم ويزور. الرهبان كانوا في ضيق شديد لان اكتر ناس كانوا مضطهدين، فاهتم ان يطمنهم، بعت لهم رسالة يقول لهم ايه فيها: انتم اعمدة وسند مدينة الرب، ف
فإذا كنتم أنتم الأعمدة قد اهتززتم ورفعتم من مكانكم، فماذا يكون بعد ذلك علينا أن نتوقع إلا أن يكون هناك عقاب الله والأهوال العظيمة التي لا يمكن أن نتفاداها. فبدأ يسندهم برسائله وعمل مجمع، هو اترسم سنة 512، اترسم سنة 512، عقد مجمع في أنطاكيا سنة 513، وفيه شجب وأدان مجمع خلق دنيا، وحسم الإيمان الأرثوذكسي في كرسي أنطاكيا، وكان السويرس نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين الكنيستين زي ما هقول لكم دلوقتي. عقد مجمعا آخر في صور سنة 514، وبرضو أدان في مجمع خلق دنيا وثبت الإيمان الأرثوذكسي، وعمل حاجة بقى كانت يعني بداية لعلاقات قوية بين الكنيسة السريانية والكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية. بعت رسائل شركة للبابا يوحنا الثاني اللي هو كان موجود في الوقت ده من 507 ل 517، عرفوا بيها باللي جرى وان هو حاليا بترك الأنطاكية، وأدان فيها مجمع خلق دنيا وتوماس لاون، وأعلن إيمانه الأرثوذكسي. ودي بقول لكم كانت نقطة تحول، لأن في تاريخ الكنيسة السابق كان دايما في خلاف فكري بين مدرسة الإسكندرية ومدرسة أنطاكيا. جه القديس ساويرس وحد الفكر، بل وقاد الفكر أيضا، وما زالت قيادته إلى يومنا هذا وإلى مدى الأيام من خلال كتاباته وتعليمه. وبقى في رابطة قوية بين كرسي الإسكندرية وكرسي أنطاكيا. طبعا لما بعت الرسالة دهيت، فرح بيها البابا يوحنا هو والأساقفة في مصر، وقرأوها في أنحاء الكرازة، وبعتوا له رسالة أخرى فيها نفس الإيمان، أعلنوا إدانتهم لمجمع خلق دنيا وقراراته توماس لاون، وأعلنوا إيمانهم الأرثوذكسي المستقيم. فصار فرح في كرسي الإسكندرية وكفة الكرازة المرقسية والكرسي الأنطاكي بإبرشياته العديدة. وتقرر بعد كده بعد نياحة البابا يوحنا الثاني سنة 517، اترسم البابا ديوسكوروس الثاني. بمجرد رسمته تبادل الرسائل قديس ساويرس معاه، وكتير من الرسائل دي محفوظة عندنا. كان مخطوط في الدير اسمه مخطوط اعترافات الآباء، مدونة فيه كتير من الرسائل المتبادلة بين كرسي أنطاكيا وكرسي الإسكندرية. فضلت الكنيسة كده في سلام لغاية 518. خلي بالكم هو اترسم سنة كام؟ 512.
لغاية سنة كام؟ 518. وهتشوفوا ليه بقى الإعلانات والتعضيد السماوي ده كان سابق بهذه الغزارة. ليه؟ عشان اللي مستنيه. وده اللي كان بيقوله لنا ربنا يسوع المسيح: سبقت فقلت لكم حتى متى كان تؤمنون. ربنا يسوع المسيح قال لنا هيحصل كذا وهكذا وكذا. الله يا رب، طب بتقول لنا ليه؟ طب انا قلت عشان لما يحصل ما تفتكروش انك انتوا متسابين. لا، في حاجات ممكن هتحصل، لكن الكنيسة مش متسابة. حتى متى كان؟ فيبقى عندكم ايمان. تقولوا اه، ما احنا عارفين انه هيحصل كده. فبدأ بقى سنة 518، مات أناستاسيوس الملك وجه بداله يوستينوس. وده بقى هواه وفكره ماشي قوي مع خلق دنيا، وبدأ في حملة اضطهادات شنيعة ضد الأرثوذكس، وكانوا بينشنوا. مين اللي بيبقى مستهدف الأول؟ الأسقفة والرهبان، دول اللي بيبقوا ايه؟ في المواجهة على طول. وقام بحملة اضطهادات شنيعة وعنيفة لدرجة من الآباء اللي استشهدوا في الوقت ده، القديس فيلوكسينوس. تسمعوا عنه؟ شوفوا بقى، أنا جايبكم أمناء تربية كنسية، فيه قديسين كتير آباء كنيستنا مجهولين. قديس ساويرس، انا شاعر ان حاجات كتيرة بقولها اللي قاعدين اول مرة كأنهم يسمعوها. عايزين منهجنا يبقى منهج ارثوذكسي، مش يتجاب حاجات من على النت كده وخلاص ندي. قديس فيلكسينوس اسقف منبج وله كتابات كتيرة لاهوتية وروحية. من أشهر الكتابات النسكية بتاعته الآباء الحاذقون في العبادة، كان نشرها دير السوريان عندنا في الخمسينات. ده نفاه يوستينوس، نفى القديس فيلكسينوس. ومن فظاظة وفظاعة الاضطهاد الخلقوني حطوه في منزل وأوقدوا، عملوا زي موقد كبير كده وأغلقوا النوافذ تماما، فمات مخنوقا. فبدأ يستهدف آباء الكنيسة ومعلميها. وهنا ذهب القديس ساويرس إلى مصر، جه بلدنا سنة 518، وقعد فيها كم سنة؟ 20 سنة. وبدأ يكتب معظم إنتاجه، تم في مصر. بس هأجل إنتاجه الفكري، فكره وكتاباته بعد السيرة. احنا طولنا؟ طب ما خلصتش، عامل ايه طيب؟ طبعا جه مصر
لكن اوعوا تفتكروا ان الاباء في مصر كانوا يعني عايشين مرحرحين، لا كانوا مطاردين هم كمان، بس شعر بالامان اكتر في مصر. فكان بابا الاسكندريه مطارد، وبرضه بطرك يا انطاكيا، الاثنين في كلهم مطاردين يعني، وكان مستهدف، فكان يتنقل من مكان لمكان من مكان لمكان. شوفوا لما واحد في مكانته بترك، مش بتاع بهدله هو اصلا يعني، اولا مكان ومكانه وتربيه، ما اسهل ان كان يعفي نفسه من الحاجات دي بجره قلم، يقول انا موافق على اللي تقولوا بيه وخلاص، وظل يناضل ويبعت رسائل لشعبه وللرهبان ولكل من يسأل. ويتنقل من هنا لهنا لهنا وهو متخفي. لكن كان ربنا بيتمجد معاه جدا ويكرمه جدا في وسط الآلام. يمكن الحاجة الوحيدة اليتيمة اللي واثق انكم كلكم عارفينها، حكاية لما دخل الكنيسة والحمل اختفى. هو مين نقول لكم؟ القديسة ويرس، هتقولوا الحتة دي وبس، بقية سيرته ممكن ما تبقوش عارفينها. فطبعا بيدخل مشتاق يحضر الكنيسة ويصلي ويتناول وهو مطارد وغريب. فجه في مرة كان في وادي النطرون حسب ما بعض الروايات، دخل وطبعا لبسه زي لبس أي حد، الرهبان زمان والكهنة كان ممكن ما تميزهمش حتى عن الناس، كله كان بيلبس جلاليب ويربي دقنه أحيانا، فالشكل يعني ممكن يختلط. فدخل إحدى الكنايس وقعد في ركن ورا خالص كده، وكان أحد الآباء الكهنة بيصلي القداس، فبيقدم الحمل وحط الحمل قربانة اللي اختيرت في الصينية وغطى بالأبروسفارين. يفضل متغطي لإمتى؟ عند صلاة الصلح. فجاي بقى بيرفع البروسفارين، بص ملقاش القربانة في الصينية، ارتعب، وقف ساكت. هيعمل ايه؟ طب ما هيصلي قداس على ايه؟ خلاص مش هينفع. بقى في رعب، ايه اللي حصل دوت؟ فبكى واعلن قدام الناس، قال لهم انا مش لاقي القربانة موجودة، انا ما اعرفش اذا كان ده بسبب خطيتي ولا خطيتكم. فالكل صرخ يا رب ارحم، ايه يعني ربنا رفع الذبيحة بتاعته؟ يعني حاجة مش سهلة. فظهر له ملاك قال له مش بسبب خطيتك ولا خطية الشعب، ولكن لأنك تجاسرت وقدمت الحمل في وجود الأب البطريرك. قال له هو فين؟ أنا ما أعرفش. قال له قاعد هناك أهو. فراحوا جابوه طبعا بإكرام كبير، فبصوا لقوا الإيه؟ الحمل موجود. تكررت مثل هذه الحادثة في المعلقة بس بصورة أخرى، مش هقولها لكم، اقروا بقى السياق يعني الحاجات ده هي. مش هحكي لكم معجزات كتير لأن عارف انتوا زي الأطفال تحبوا الحواديت والمعجزات، لكن هحكي لكم بس حكايتين كده في السكة تطروا بيهم.
قبل ما ننقل للمواضيع الجادة شوية. الحاجة الحلوة بقى انه جه قريب من المنطقة بتاعتنا هنا، حتة تبع أوسيم، كانت مركز امبابة أوسيم، ممكن يكون سئيل. أو يعني قريب، على الأقل هيكون عدى من الحتة دي، أكيد كان بيستخدم النيل، بيستخدموا النيل كان في التعدية، فأكيد هيعدي على سئيل يعني. افرح يا أبو نبرقة. عمال يتنقل من مكان لمكان، ففي كان واحد أرخن في أوسيم، راجل طيب قوي وخير، فشافه هو غريب كده، شخص غريب، فكان بيحب ينفذ وصية إضافة الغرباء، فاستضافه في بيته. كان الراجل ده مرات ابنه مريضة مرض صعب قوي، ولا دواء له ولا علاج. المهم لما دخل القديس ساويرس صلى لها فخفت وشفيت. طبعا بمجرد ما شفيت، انتوا عارفين بقى سئيل وأوسيم وما حولها، خبر زي كده يعمل ايه؟ يحصل ايه بقى؟ خبر يريح. الخبر انتشر، بص لقى الناس جايه له من كل حته، راح واخد بعضه ايه وهرب. هدخل في السكة بعض كتابات، ايه رأيكم ادخل كتاباته وفكره في السكة شوية؟ يعني في واحد اسمه يوليانوس الخيالي، كان يعني بيشكك في ناسوت السيد المسيح، حقيقة الناسوت، مش بيقول بقى بطبعتين، لا بيقول ان الناسوت يعني ايه بيشكك فيه. رد عليه بكتاب اسمه كونترا يوليانوس او ضد يوليانوس. الكتاب ده موجود، موجود عندي بس باللغة الفرنسية والسريانية، ضد يوليانوس، كتبه في مصر. كتب رسائل كتيرة قوي قوي، لو قلت مئات قليل، ممكن آلاف الرسائل، منشور بعضها في مجلد باترولوجيا أورينتاليس باللغة الفرنسية، ودي ترجم منها يوسف حبيب رسائل روحية كتيرة مش لاهوتية. يوسف حبيب اختار الحاجات الروحية وترجم منها كتير قوي. في واحد انجليزي اسمه بروكس طلع مجلد موجود عندنا، كان في دير السريان برضو، وده اطلعت عليه، اسمه Collections of Letters of San Severus of Antioch، برضو في مئات الرسائل، ودي فيها لاهوتية وروحية وإنجيلية، غزارة من المعرفة والعلم. طبعا حاجات كتير كتبها، أعظمها على الإطلاق مجلد ضخم اسمه كونترا جون جراماتيكام أو ضد يوحنا النحوي. ده مجلد من ثلاث أجزاء كبار، مكتوب باللغة السريانية، وده كان من مخطوطات دير السريان عندنا اللي اتخذت
واتنشرت في الغرب باللغة اللاتينية، ما رضيوش يترجموه الانجليزي وفرنساوي، عملوه باللاتيني. والمجلد دوت اضخم عمل قام بيه، هو نفسه قال كده. قريت في احد رسائله اللي نشرها بروكس، قال ان الكتاب ده بذلت فيه جهد كبير قوي، لان كنت بتنقل من مكان لمكان. القديس ساويرس اللي بيقول كنت بتنقل من مكان لمكان، وبالتالي بضطر يشيل المراجع معاه من هنا لهنا لهنا. فقال حط فيه كل حاجة. في كتاب ثالث مهم قوي اسمه فيلاليسس، محب الحقيقة أو محب الحق. الكتاب ده كله عن كتابات القديس كيرلس عمود الدين. ليه بقى؟ الخلقدونيين بيحاولوا يحرفوا معاني كتابات القديس كيرلس ويوحوا للآخرين انه كأن القديس كيرلس بيؤمن بالطبيعتين، ويؤولوا المصالحة اللي حصلت بين القديس كيرلس كممثل لمجمع أفسس وبين يوحنا الأنطاكي والفريق بتاعه، كأني كتبوا صيغة مصالحة، وده ما حصلش. المصالحة كانت إن يوحنا واللي معاه وقعوا على قرارات مجمع أفسس. دي كلها مغالطات. في حاجة نسيت أقولها لكم مهمة على فكرة بقى. جد القديس ساويرس اللي هو كان ايه؟ كان أسقف، كان من الأسقفة الـ200 اللي اجتمعوا في أفسس مع القديس كيرلس. كان حاضر مجمع أفسس. فشوفوا الأيام بتلف. جده حضر مجمع أفسس اللي أدان نسطور، وهو جاهد في مقاومة تعليم نسطور والنسطورية، حفيده. فالمهم كتير من الخلقدونيين كانوا يجتزئوا بعض كتابات للآباء ويحوروها ويزوروها. حتى القديس كيرلس في حياته اشتكى من كده، قال في كتير بيقولوا برسائل كأنها مكتوبة مننا واحنا ما كتبناهاش، او يزوروها. مش كيرلس بس، وكتابات الاباء الاخرين، بابا اثاناسيوس والقديس غريغوريوس، لدرجة لما جه بولس اسقف حمص ايام ما كان بيحاولوا يعملوا مصالحة مع يوحنا الأنطاكي، قال له أنا معايا رسالة جايبها اللي هي للبابا أثاناسيوس لبكتيتوس أسقف كورنثوس، ولا مش فاكر أسقف إيه يعني، وإحنا بنؤمن بيها. فالبابا كيرلس قال له لو مظبوطة يبقى إيمان سليم، المهم ما تكونش مزورة. قال له نشوفها. خدوها وفتحوها، وفعلا اكتشفوا انها ايه؟ مزورة. فعمل له نسخة من اللي عنده. عشان كده يا ولاد لازم حتى ما يغركوش حاجات تنشر في الغرب يقولك ده كتابات للقديس كيرلس أثاناسيوس غريغوريوس، ممكن في حاجات ملعوبة فيها. لازم نتأكد ان الحاجات المنشورة ده هي متطابقة مع الحاجات اللي عندنا. فنيجي بقى لكتاب القديس ساويرس فيلاليسس محب الحقيقة. راح جمع
مش عارف حوالي او بالضبط 244 قول للقديس كيرلس حدد التفسير واثبت التزوير وسماه محب الحقيقة. ففي ثلاث كتب كبار لغاية دلوقتي قلنا ضد يوليانوس، ضد يوحنا النحوي ده اعظمهم كلهم، وده فيها نرجع له شوية ما نتكلم عن فكر القديس ساويرس. احنا لسه ما نتكلمناش عن فكره، احنا نتكلم حواليه وعن كتاباته. فضل عايش في مصر لكن جه بعد كده مات يوستينوس، وجي واحد قريبه اسمه يوستينيانوس. يوستينوس غير ايه؟ يوستينيانوس. احيانا فين بيخلطوا ما بينهم لتشابه الاسم. ده كان من 527 ل 565. يوستينيانوس ده بقى او جوستينيانوس كان من اكتر الناس اللي اضطهدوا الارثوذكس، بس زاد ايه بقى؟ نصب نفسه علامة وفيلسوف في تفسير الايمان. كان غاوي الحكاية ده هي، وبالدراع بقى لازم الكل ايه يقتنع. فده اول لما جه بعد فترة استدعى الأساقفة عشان هو اللي يجادلهم. من ضمن اللي استدعاهم مين؟ القديس ساويرس الأنطاكي. بالفعل راح، انا مش كاتب هنا السنين للاسف بس انا فاكرها، قعد من حوالي 534 لغاية 536. وفي الفترة دي بدأ هيجي بقى البابا سؤدوسيوس 33 عندنا، كان في القسطنطينية في الوقت ده لما راح، يعني في الفترة دي 536 على ما أتذكر. فلما راح هناك دخل بقى في حوار مع مين؟ الفيلسوف العلامة جوستينيانوس. بيتحاور مع مين؟ مع القديس ساويرس اللي هو اولا مملوء من الروح القدس ومؤهل فلسفيا وقانونيا ولغويا ولاهوتيا، وكان في شيخوخته بقى كان كبير. دخل في حوار معاه. انا مش هدخل لكم في تفاصيل الحوار لكن هقول لكم على النتيجة. كان نتيجة هذا الحوار انه امر بقطع لسان القديس ساويرس وحرق كل كتبه ونوى في قتله. نحس ان اللسان ده مش هيقدر ايه، مش هيقدر عليه خالص، لكن ربنا له إرادة أخرى. يعطي مع التجربة المنفذ. جوستينيانوس ده اللي كان يعني قالب الدنيا ومحدش يقدر يقف قدامه كان له لجام. مين اللجام بتاعه؟ الإمبراطورة ثيودورا مراته.
وكانت أرثوذكسية، عشان كده الخلقدونيون يكرهوها جدا، وفي كتب التاريخ يوصفوها بصفات وحشة، لكن هي برة وقديسة، لكن هم يوصفوها بصفات وحشة. فهي كانت عندها إيمان قوي أرثوذكسي، وكان ليها تأثير عليه قوي. فعملت حاجتين، فرملته شوية لكن ما كانش قفل قوي يعني، مجرد عطلته شوية، وألحت على القديس ساويرس ان يروح مصر هي والبقية الاباء الارثوذكس اللي موجودين. فأبى القديس ساويرس، قال مش ممكن اهرب، انا مستعد للموت. عارفين زي القديس بولس الرسول لما قال ماذا تفعلون تبكون وتكسرون قلبي لاني لست مستعد ليس فقط ان اربط في اورشليم بل ان اموت ايضا لاجل اسم الرب يسوع واشهد ببشارة نعمة الله. فترجوه قالوا له مش عشانك انت هتستشهد ويبقى ليك يعني مجد، لكن الكنيسة محتاجك، محتاجينك. قديس بولس الرسول نفسه قال وجودي انفع ليكم، فمن اجل الكنيسة ومن اجل اللي محتاجين تعليمك احنا حريصين ان تبقى. فالمهم يعني رضخ لطلبهم وهربته لمصر، وجي مصر تاني مرة أخرى. قعد من 534 ل536 كان من الأماكن المفضلة لدير الزجاج اللي هو خارج اسكندرية، وكان برضو مطارد فكان بيروح من أماكن مختلفة. فضل يتنقل من مكان لمكان، ورسي بيه الحال راح سخى عند أرخن فاضل اسمه دوريسيوس، ولما راح عنده ربنا افتقده بمرض فرقد. محبيه لما جم وشافوه في مرضه تأثروا جدا، فرد عليهم القديس ساويرس قال لهم ان خير لي ان اذهب واكون مع المسيح، ان نهاية حياتي كملت، وكملت ايضا وظائف الرعاية التي اؤتمنت عليها. قال كلام كتير، مش ده بس على فكرة، انا بختزل حاجات كده كعينة. قال لي قد انتهى عملي واني مستعد للرحيل منذ زمن طويل. قل وفاضت روحه بسلام. اللي كتب سيرته بيخاطب واحد بيكتبها لواحد اسمه دوماديوس، فكاتب السيرة بيقول ايه، شوفوا مدى تأثره بسيرة القديس ساويرس. بيقول له أريد يا رجل الله اتقي دوماديوس أن أوقف هنا روايتي وأتركها ناقصة، لأن أذن المؤمنين لا تحتمل أن تسمع عن موت ساويرس. فاحت رائحة طيب ملت الدنيا، ودي أرواح القديسين دايما بتعبر عن وجودها بروائح الطيب.
جو بعد كده نقلوا جسده في دير الزجاج، وحصلت أعجوبة كبيرة في بحيرات هناك، فكانت البحيرة اللي ركبوا فيها المركب حطوا فيها، لو البحيرة راكدة مفيش مياه كفاية تمشي المركب، لكن تدخل الله وبصوا المركب مشيت لغاية ما وصلت للمنطقة اللي هم عايزينها، ودفن في دير الزجاج تاركا إرثا عظيما للكنيسة المسيحية يظل ذخرا مدى الأجيال. ما زال القديس ساويرس الأنطاقي هو المدافع الأول عن الإيمان الأرثوذكسي في الكنيسة الأرثوذكسية على الإطلاق. ولذلك رفعته الكنيسة فوق كل الآباء. ليه حطيته فوق أثناسيوس وكيرولوس وديوسكوروس وكل الآباء دول وغرغوريوس؟ لأن لما بدأ يحصل تلاعب في كتابات هؤلاء الآباء، وكأن الكنيسة تقول لنا استلموا هؤلاء الآباء من ساويرس وليس من مصدر آخر، وهنا أهمية كتاباته وفكره. طبعا أنا كنت عايز أكلمكم عن فكره دي محاضرات، لكن هقول لكم حاجات بسيطة جدا أو رؤوس مواضيع يمكن أن نتكلم فيها بالتفصيل لما نستأنف ما كنا قد نوينا عليه وتوقفنا بسبب كورونا، الكورسات اللاهوتية المتخصصة، بس دي مش أي حد يحضرها، ما لم يكن حد غاوي دراسة وعايز يدرس مش هينفع، ما هياش حواديت دي، هنستأنف فيها بعض التفاصيل في الحاجات اللي زي كده. لكن القديس ساويرس حسم وحدد تعريفات الإيمان بدقة، وخصوصا النقط الخلافية، ان بعد القديس كيرولوس حصل تأويل، وجه في مجمع خلق دنيا القديس ديوسكوروس وقف بطل أسد لوحده، تصدى للمجمع كله لوحده، لدرجة قال اني مضطر ان اكون جسورا لان الامر يتعلق بخلاص نفسي. وفي سيرة القديس ساويرس يعظم ديوسكوروس جدا ويقول وقف وحده ضد الهراطقة كبطل عظيم. مات سريعا، لم يترك الا وقفته القوية وبعض كتاباته، لكن شاء الله ان يأتي القديس ساويرس ويفند كل ما استجد وكل ما حرف من كتابات الاباء وكل تضليل حدده وقومه، وقال صراحة لا سبيل للاتفاق مع الخلقدنيين طالما يتلاعبون بالمصطلحات وبالمعاني، لان ياخدوا كل حاجة ويأولوها. حتى تعبير القديس كيرولوس الشهير اللي هو طبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة، ميا فيسوس تسيئو لغوس ساركوميني، وتعبير القديس أثناسيوس طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، يحوروها ويقولوا ان القديس كيرولوس قال طبيعة واحدة الله الكلمة متجسدة يعني طبيعتين. شوفوا حتى الكلمة طبيعة واحدة يحولوها لايه؟ طبيعتين. هو القديس كيرولوس استخدم الاثنين، تعبير أثناسيوس وتعبير هو اضافه
طبيعة واحدة الله الكلمة متجسدة. في إحدى رسائله لسرجيوس فسر استخدام القديس كيرلس لهذا التعبير، لأن هم يقولوا إيه؟ أيوة، ما إحنا بنقبل كلام القديس كيرلس، مش هو بيقول طبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة؟ فلما يقول طبيعة واحدة لله الكلمة ده بيشير للطبيعة اللاهوتية، لما يقول متجسدة يشير للطبيعة إيه؟ الناسوتية. يبقى كده طبيعتين، واللي ياخد كلامهم على الظاهر ده يقولوا اه ده بيؤمنوا زي القديس كيرلس. القديس كيرلس استخدم تعبير القديس أثناسيوس طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، وعبر طبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة، وهنا فسر القديس ساويرس، لأن هم كانوا يتهموا القديس كيرلس بالأبولينارية أو بأنه زي اللي سموها بعد كده الأوطاخية. كل ده كانوا يتهموا بها أي حد يقول بالطبيعة الواحدة، إن الناسوت تلاشى. أنتوا طالما بتقولوا طبيعة واحدة يبقى كأنكم بتقولوا بتلاشي الإيه؟ الناسوت. فقال فالقديس كيرلس قال طبيعة واحدة الله الكلمة متجسدة، بمعنى أنها طبيعة مركبة وليست طبيعة بسيطة لاهوتية فقط، ولكنها طبيعة متجسدة أي طبيعة مركبة، وهنا تشير لحقيقة الناسوت في الطبيعة الواحدة من طبيعتين. دي قالها في الرسالة لسرجيوس. كل التعريفات بالمصطلحات الطبيعة والأقنوم والبروسوبون موجودة في كتاب كونترا جون جراماتكم ضد يوحنا النحوي، وهي نفس التعريفات اللي القديس كيرلس قالها، هتلاقوها موجودة في كتاب حوار حول الثالوث، ونفس التعبيرات ونفس التعريفات هي الموجودة للقديس باسيليوس الكبير وغريغوريوس. فهنا القديس ساويرس كان فكره محدد وواضح في الخلافات، نقط الخلاف اللاهوتية، وشرحها بالتفصيل، ولا سيما الاتحاد الطبيعي والاتحاد الأقنومي، لأن ظهر بعد كده إن قالوا دي جت بعد القديس كيرلس بقى، إن أقنوم الكلمة اتحد بالطبيعة بشرية عامة غير مقنمة، ملهاش أقنوميتها وملهاش فرديتها. اللي جه منها بعد كده حكاية التأله، لما يتحب بالطبيعة عامة يبقى كلنا تألهنا ايه فيه. لكن القديس ساويرس اكد في اتحاد طبيعي واتحاد اقنومي، واستشهد بالقديس كيرلس في البند الثالث، قال من يفرق الاقنومين من بعد الاتحاد ولا يحسن توحيدهما باتحاد طبيعي فليكن محروما. فزي ما بنقول في اتحاد طبيعي في اتحاد اقنومي، هذا شرحه القديس ساويرس ايضا. انا بقول باختصار جدا بعض افكاره، مش هقدر اقولها بالتفصيل، لان عشان اقولها بالتفصيل يعني ايه محتاجة وقت شوية، لكن انا بدي رؤوس موضوعات وهكتفي بكده. حد بيقول المدرسة اللي اسسها العلامة اوريجينوس كانت في قيصرية الجديدة في فلسطين، و اللي غير قيصرية الكبادوك، وتتلمذوا على بالكتابات وماله. المهم في النهاية ايه؟ ان تتلمذوا على مدرسة الاسكندرية سواء بالكتابات او عصر اوريجانوس نفسه خدوا منه، يعني زي احنا ما زلنا بنتتلمذ على القديس ساويرس واحنا مش معاصرينه. يوجد بعض الآباء لهم فكر أريوس ويذكروا في المجمع ضمن ال 318 المجتمعين في ناكيا، فكيف ذلك؟ طبعا مش كل المجمع كان رأي واحد، لكن القرار بيتاخد بالأغلبية، فدايما يذكر المجمع ال 318 القرار النهائي بيسري على الكل. اللي موجودة في حوزة كنيستنا سواء في الطقوس، في كتب التقصية اللي بصلمودية والخلاجيات والكتب التقصية كلها،
ندرس المخطوطات الموجودة بالعربي وبالقبطي عندنا في الأديرة وفي الكنائس، نفهم عقيدتنا بصورة سليمة، ندرس أقوال الآباء اللي موجودة باللغات القديمة، ونركز في النقط الخلافية. يعني مثلا البابا ديوسكوروس وقف في مجمع خلق دنيا قال لهم أنا معايا كتابات أثناسيوس وكيرلس وغروغوريوس. ممكن تفاجئوا فبعد ما رجع يحطوا غروغوريوس كأنه بيقول في طبعتين مثلا. ففي مخطوطات اتزورت من زمان وانتشرت، وبدأت تيجي الحاجات القديمة دي اللي هي كانت مزورة وتنشر، وممكن بحسن نية برضو. فاحنا عشان كده دي قيمة القديس ساويرس. يعني كتاب كونترا جون جراماتيكام دوت يحوي كتير من الاقتباسات الخاصة بأقوال الآباء، مختلفة ممكن عن الحاجات اللي موجودة في حتة تانية. في مخطوط بالقبطي عمل مجمع أفسس، كان لقيته بعث 12 بالفرنساوي تكلم عنه كان أبونا فيلوسوس إبراهيم. في حاجات وحقائق تختلف عن اللي منشور في حاجات تانية وهكذا. يعني محتاجة بحث وتدقيق وفهم لاهوتي جيد بحيث نقدر نميز ان مش ممكن الآباء يقولوا كده، فنبدأ نتأكد من تحقيق المخطوط او الكتاب ده. يعني هل لو تم إضافة كلمة أبائنا الرهبان وأمهاتنا الراهبات إلى أشيط الراقدين خطأ؟ احنا بنقول عادة بصيغة المذكر، ودي تشمل الاتنين تلقائيا. يعني زي الوصية دايما تقول لا تقتل، ما قالش لا تقتلي او لا تقتل ولا تقتلي. هي الوصية بتيجي في صيغة المذكر وبتسري على الايه الاتنين. او نقول شفاء للمرضى، مرضى ده سواء رجال او مريضات برضو، يعني ممكن المعوذين ما نقولش المعوذين، ومش ما هو دي مش هتيجي دي بس، ده ممكن كل حاجه. فدايما بنكتفي زي بما هو مكتوب، فصيغه المذكر بتسري على الكل. في كل الاحوال انا سعيد ان التقيت بكم النهارده، وكان يعني عاده بنلتقي في سنويا ما انقطعتش ولو جزئيا، ما قدرناش نلتقي بالكل. وصلوا ربنا يعني يهدي الامور ونرجع تاني كل حاجة بطبيعتها من غير احتياج لظروف استثنائية. في كنيسة السمائين في صفوف المجاهدين ناسك وراعي أمين أقصى الأنطاكي من مدينة سوزوبوليس خرج راعي وقديس تعاليمه درنا فيه أساويروس الأنطاكي في 459 ولد قديس عظيم أنبا أساويروس الأمين أساويروس الأنطاكي كان دايما فكره مشغول بالفلسفة والعلوم واللغة والبيان والقانون فأتى إلى الإسكندرية ودرس اللاهوتية صار صاحب حجة قوية أساويروس الأنطاكي وفيها شهد له ميناس إنه سيروي جميع الناس من ماء المعرفة والخلاص أساويروس الأنطاكي أرسلت العناية الإلهية إليه صديقه زكريا يبشر بالمسيحية أساويروس الأنطاكي والكلام آمن ساويروس فاعتمد على اسم يسوس كان إشبينو أبا جيريوس أبا ساويروس الأنطاكي
أنطاكي للقدس شعر بحنين فسافر أورشليم مدينة الملك العظيم ظهر له لوان دي يسوع قال انهض يا ساويروس لتصير بي مناخس ساويروس الأنطاكي اترك الفلسفة والمحاماة وتعمق في قوانين الله فتطفئ سهام إبليس وقواه ساويروس الأنطاكي فطلب الحياة الدائرية وتوحد في البرية بنسك وسيرة ملائكية كسف دي الرومانوس حفظ الإيمان كأثناسيوس وكيريلوس وديسكوروس أساويروس الأنطاكي بحجة قوام الهراطيقة في أدر وأطاخي والنصاطير ورفض مجمع خلقي دنيا أساويروس الأنطاكي فطلب الأنبا في لوكسينوس من الإمبراطور أناستاسيوس أن يستدعى ساويروس أبا ساويروس الأنطاكي فأتى بحكمة وبيان وشرح العقيدة والإيمان مجاهدا ضد الشيطان أبا ساويروس الأنطاكي ثلاث سنين في القسطنطينية يرد من ضل من الرعية ويشرح الأرثوذكسية أساويروس الأنطاكي وبعد عزل فيلافيانوس اختارت أنطاكي ساويروس لرعاية شعب القدوس أساويروس الأنطاكي كان ساويروس راعي أمين ألف ولحن ترانيم لشرح الإيمان القويم أساويروس الأنطاكي قل لا ننسى أننا رهبان لنسلك كالمعمدا ليس للتنعم مكان أساويروس الأنطاكي قصد الأبرص فصلى وشفى في الجفاف ترجى الله فرى والمطر أنطاكيا أساويروس الأنطاكي طرده يوستينوس ومن بعده جستينيانوس استبعوا بديابولوس أساويروس الأنطاكي أتى لمصر وعاش في أمان كما جاء إليها الحنان صنع فيها آيات عظام أساويروس الأنطاكي وفي يوم ذهب للكنيسة لتناول الأسرار المقدسة لم يعلم الكاهن والشمامسة أساويروس لما اختفت الذبيحة تعجب الكاهن قائلا للتقديس لست أهلا أساويروس الأنطاكي فطمأنه الملاك قائلا هنا ساويروس عظيم الشأن البطريرك بطل الإيمان أساويروس الأنطاكي عام 538 راح الأنبا ساويروس الأمين وسكن أحضان القديسين أساويروس الأنطاكي